في لقاء مثير احتضنه مدينة أكري، واجه سيدات عقرة سيدات رواندوس في خماسي كرة الصالات للسيدات. بداية الشوط الأول كانت بدون فرص خطيرة حتى أن وصل إلى دقائقه الأخيرة لنشاهد أول أهداف المباراة لفريق رواندوس، سجلتها اللاعبة نيان بختيار التي لم تتهنأ بهذا الهدف بعدما عدلت الكفة مينا كريم لأكري. الشوط الثاني كان مثيرا من كل النواحي، تقدمت لأكري اللاعبة سولين أسعد، فيما عدلت لرواندوس اللاعبة هناء عبد الله ليحصل كل منهما على نقطة واحدة في هذه المواجهة. إلى حد ما راضي على نتيجة المباراة لأن لدينا فقط لاعبات المدينة ولا نملك لاعبات خارج المدينة. هدفنا البقاء بالدوري هذا العام. فريق أكري قوي ويمتلك لاعبات مميزة، وإن شاء الله في المباريات القادمة نحقق الانتصارات. الصراحة كنتيجة أكيد لا، مو كان هذا طموحنا، بس يعتبر نادي عقرة أنه أول سنة يشارك بدور الممتاز دور كردستان الممتاز، كنتاج بشكل عام تقريبا مرضية، أنه باعتبار لحد هاي اللحظة أنه نادي عقرة موجود بالدوري الممتاز ما نزل للدرجة الأولى، بس أكيد كنا طموحنا أنه نفوز كم لعبة أو نحاول أنه نصعد بالترتيب، بس الحمد لله على كل حال. محمد الهركي، زاغروس تي في، أكري.